نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن متحدث باسم القوات الأمريكية في قندهار أن طائرة عسكرية تحطمت صباح اليوم في قاعدة قندهار الجوية جنوب البلاد واندلعت فيها النيران ونقل طياراها إلى المستشفى. وأصدرت قوات المساندة الأمنية الدولية إساف بيانا قالت فيه إن الطائرة تابعة لها، وهذه ثاني طائرة تتحطم في قاعدة قندهار الجوية خلال 24 ساعة والخامسة في أفغانستان خلال الشهر الجاري.